يعطيكم العافية. الله يعافيك. كفيتوا ووفيتوا. شكرا. اللعبة اللي يشوفها يقول سهلة، لكن الهواء والموية اللي موجود في القوارير مع دفع الكورة، في فريق أخذ 21 نقطة. ما شاء الله. أكيد بنعرف مين. مين؟ عبد المجيد ومنصور. لا. مين؟ وش اللي يبغاه زي؟ قاعد يوترني يلعب فيني. توقعوا مين؟ منصور. منصور وعبد المجيد. مبروك يا شباب، مبروك. أنا أتمنى من أحمد ونهو ينسون المركز الأول. انسوا المركز. لا لا، بس ونهو مو أحمد. ليه؟ بس ونهو. أحمد إحنا تمام. يخوف أحمد. إيه والله يخوف. صباح الخير. صباح الفل. صباح النور. ايه الحلاوه دي؟ الفريق انا ورجاء اللي راح يكون في مرحله الخطر بس لسه باقي امل. اه هو فريق نرمين ورجاء. تعودت خلاص خلاص. بنروح من جديد على التحدي حق الصندوق. الفريق الثاني اللي راح لمرحلة الخطر أيوة هو فريق أستاذ علاء. أهلا ياسمين. مفيش مفاجأة. يعني ما فيش مفاجأة؟ مفيش مفاجأة. مفيش مفاجأة. أنت مش مساعدني عشان ما فيش مفاجأة. ربنا يصبرنا كلنا. أنت ونرمين راح تروحون لمرحلة الخطر بس لسه باقي أمل. طبعا. يعطيكم العافية. ما قصرتوا. شكرا.